نشرة مسائية مفصلة من تلفزيون لبنان، أهلا بكم. أهلا بكم. داعش يضرب في الولايات المتحدة متبنيا عملية إرهابية نفذها أفغاني متشدد، ما أسفر عن مقتل 50 شخصا داخل أحد الملاهي في أورلاندو. أما في لبنان فالجميع يقر بوجوب تحمل المسؤوليات الوطنية حيال الأوضاع المحلية الصعبة وفي خضم التطورات الأقليمية الصاخبة وحتى الدولية، حيث برز اليوم العمل الإرهابي الداعشي الذي سيكون له تأثيرات في مجرى واتجاهات التطورات الأقليمية العالمية. والجميع في لبنان يقر بوجود ملفات خلافية وقضايا حياتية متعثرة ومشاريع ملحة وشائكة في الوقت نفسه، وبأن انتظام الدولة اللبنانية وحل المشكلات وفض الخلافات يبدأ عبر انتخاب رأس الدولة رئيس الجمهورية، لكن يبدو أيضا أن مجمل الأفرقاء يستسلمون إذا صح التعبير لواقع استمرار الفراغ في سدة الرئاسة وواقع تسييس الملفات وتمذهبها، بحسب توصيف وزير الأعلام رمزي جريج الذي سأل المعطلين عن التناقض في سيرهم في استحقاق الانتخابات البلدية وأحجامهم عن النزول إلى البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية. في أي حال، ومن أجل تأمين الحد الأدنى من ماء الوجه الوطني في مقاربة بعض الحلول، يتجه عدد من المرجعيات بينها الرئيس سلام إلى تمرير الملفات الخلافية في مجلس الوزراء عبر سياسة السير بين الألغام. وفي طليعة تلك الملفات النفايات وأمن الدولة وسجني الذي يحتاج إلى دراسة عميقة ودقيقة من النواحي الجيولوجية والبيئية والاقتصادية، فيما الرئيس بري يسعى إلى تأمين تفاهم على قانون انتخابات. في الغضون وبعد استرخاء نسبي في الحركة السياسية في عطلة الأسبوع، تتحرك العجلة في الأيام المقبلة، كما تنشغل الأوساط بقراءة الرسائل التي يطلقها الرئيس سعد الحريري في مواقفه في إفطارات رمضان المبارك منذ الخميس الماضي وامتدادا إلى كل أيام الشهر الفضيل. وقبل تفصيل المحطات السياسية المسجلة في الساعات الماضية، نشير إلى الحريق الكبير الذي اندلع في أحراج جعيتة والذي تجهد لإخماده فرق الدفاع المدني والإطفاء وطوافات الجيش اللبناني وكذلك بلدية جعيتة، ولنا عودة إليه في سياق النشرة. نبدأ من الإرهاب الذي ضرب اليوم في الولايات المتحدة، حيث هاجم أفغاني متشدد أحد الملاهي مطلقا النار ومحتجزا رهائن، ما حدا بالقوى الأمنية التدخل إلى الأمر الذي أسفر عن مقتل عدد كبير من الموجودين. في الثانية فجرا بتوقيت ولاية فلوريدا، أقدم عمر صديقي متين وهو من فلوريدا من أصل أفغاني وعمره 29 عاما على إطلاق النار داخل ملهى ليلي يرتاده المثليون، فقتل نحو 50 شخصا وأصاب 53 آخرين قبل أن تقتله الشرطة. السلطات الأمريكية وصفت الهجوم بأنه واقعة إرهابية، وأشار عمدة أورلاندو إلى وجود أدلة على أنه عمل إرهابي، وطالب حاكم ولاية فلوريدا بإعلان حالة الطوارئ. وفي التفاصيل، كما روتها CNN أن شرطيا يعمل كحارس أمن داخل ملهى بولس تبادل إطلاق النار مع المشتبه به الذي احتجز عددا من الرهائن، وخلال التفاوض عرف المشتبه به عن نفسه ومن غير الواضح ما كانت مطالبه خلال التفاوض. وأوضح أحد المحققين في فلوريدا داني بانكس أن السلطات أنقذت 30 شخصا وكان هناك 320 شخصا داخل الملهى. تنظيم داعش تبنى عبر تويتر الهجوم على الملهى الليلي، وفي تغريدة على حساب محسوب على التنظيم وضع صورة قال إنها لعمر متين المشتبه به بتنفيذ الهجوم. وأمر الرئيس الأمريكي باراك أوباما الحكومة الاتحادية بتقديم أي مساعدة ضرورية لسلطات إنفاذ القانون المحلية، وأعلن البيت الأبيض أن أوباما طلب الاطلاع على التطورات بشكل منتظم، بينما يعمل مكتب التحقيقات الاتحادي مع شرطة أورلاندو على جمع المزيد من المعلومات. إذن وبالعودة إلى لبنان، في أحراج جعيتة بين كسروان والمتن حريق كبير والنيران تلتهم خضار المنطقة وروعتها. عشرات آلاف الأمتار المربعة من المنطقة الحرجية المعمرة والفريدة من نوعها في لبنان هددتها النيران التي اندلعت في منطقة جعيتة العقارية الفاصلة بين كسروان والمتن، وفي منحدرات وانبساطات وعرة جدا وكبيرة وقضت على بعضها، فيما عاكس اتجاه الريح والحرارة المرتفعة الجهود المبذولة لإخماد الحريق لتساهم في انتقاله إلى مساحات إضافية. سيارات الدفاع المدني بمساندة طوافات تابعة لسلاح الجو اللبناني وفرق البلدية
السعودية ركزت في الدرجة الأولى على الحؤول دون امتداد النيران إلى المباني السكنية، وعملت بأقصى طاقتها لإخماد النيران، إلا أن البقعة كبيرة ويمر في جزء منها تلفريك جعيتا الذي تم توقيفه، فيما طلبت قوى الأمن عدم سلوك الطريق الفرعية المؤدية إلى المغارة إفساحا في المجال لسيارات الإطفاء للوصول إلى مكان الحريق، في وقت كانت مناشدة من الأهالي وبلدية جعيتا وفعاليات المنطقة لبذل أقصى الجهود لإخماد الحريق حتى لا يمتد إلى المنازل ويقضي على الأجار المعمرة، في حين شدد رئيس بلدية جعيتا وليد بارود على أنه من المبكر تحديد أسباب الحريق، وفوق 200,000 متر مربع من أحراج الصنوبر احترق، وإعادة التشجير تحتاج إلى وقت كبير. الدفاع المدني نبه إلى احتمالات اندلاع حرائق في الساعات 48 المقبلة، ودعا المواطنين إلى الاتصال به للتبليغ عن أي طارئ. حريق جعيتا مشتعل فيما تم إخماد حريق البقعة المحاذية لأوتوستراد الكازينو تبرجة. معنا مباشرة في اتصال هاتفي المدير العام للدفاع المدني الجنرال ريمون خطار. يعطيك العافية جنرال. الله يعافيك. ما هي آخر المعطيات لديك جنرال حول الحريق، وهل يمكن معرفة الترجيحات لأسباب هذا الحريق؟ الحقيقة ما فينا أسباب هلا قبل ما ننتهي من عملية الإطفاء، على أساسها بينعمل تحقيق وبعدين بين النتائج، ولكن بالنسبة للوضع تجاوب على سؤالك، النار محصورة، في عنا جيوب عم نتابعها، لذلك نحن باقيين هون لأنه البقعة كبيرة، لذلك طبيعة الأرض صعبة ووعرة، ومسالك الوصول لهالجيوب هيدي شوي مزعجة، عم تاخد وقت، والبقعة كتير كبيرة نسبيا، وما اخذ مي مثل ما بتعرفي ما كتير موجود مي، والتأس ما عم بيساعدنا، يعني الهواء طفي بمطرح بترجع بينقل على مطرح تاني، ولكن تقريبا فينا نقول الوضع عن قبل، النار صارت محصورة، في عنا شوية جيوب، نحن باقيين كل الليل لنكفي عن التبريد تما ترجع تتجدد. نعم، يعني جنرال أكثر من 16 سيارة إطفاء موجودين على الأرض مع التوائم تبعهم، يعني مثل ما بيقولوا ضمن الحاجات المادية والبشرية اللي عنا إياها، وفي طوافتين من الجيش عم بيساعدونا بالإضافة لمؤازرة بالمي من البلديات بالمنطقة. نعم جنرال، يعني هيدي الجهود اللي عم تتكلم عنها هل هي كافية أم بحاجة لاستعانة بطوافات من خارج لبنان مثلا؟ لا 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 لا، مش في حاجة هالقد، ولكن عملية وقت، نحن نشتغل بكل الإمكانيات اللي عنا إياها، وإذا الله راد يعني في عملية وقت بدأ تقطع وبنتيجتها بيمشي الحال. شكرا جزيلا لك جنرال ريمو خطار على هذه المعلومات. والنشرة مستمرة بعد الفاصل. أهلا بكم. هل سنتمكن من متابعة وقائع كأس الأمم الأوروبية بعد اليوم العاشر من انطلاق المباريات؟ رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان المدير العام طلال المقدسي أكد أن تلفزيون لبنان ينتظر قرارا من الدولة قبل أخذ المبادرة. كل شيء جاهز لنقل تلفزيون لبنان بطولة كأس أوروبا لكرة القدم، لكن الأمر يتطلب قرارا من الدولة اللبنانية بحسب ما أكد رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان المدير العام الدكتور طلال المقدسي، الذي أعرب عن حرصه على حق المواطنين اللبنانيين في مشاهدة المباريات. من واجب تلفزيون أنه ينقل، ونحن بتلفزيون لبنان أنتم عارفين أنه المرحلة الأولى نقل المونديال أخذت على عاتقي شخصي. بالمرحلة الثانية اللي احنا فيها اليوم، نحن كتلفزيون جاهزين عندما يصدر الطلب من الدولة اللبنانية ومن الحكومة اللبنانية، لأنه اتهم اني انفرد في القرارات. وشدد المقدسي على أنه في حال لم يتلقى أي جواب من المعنيين فلا بد من أخذ المبادرة، ويمكن اضطر في حال اني انفرد فيه مهما كلف الأمر، لأنه واجبي اني انقل مباريات مثل بطولة أوروبا للشعب اللبناني، لأنه لهذا السبب وجد تلفزيون لبنان. اليوم التلفزيون جاهز، إذا بقول لك كل النهار ما وقف التليفون،
السوشيال ميديا الإعلامي بيسأل وين لبنان، وين تلفزيون لبنان من نقل هذه المباريات. وتواصلت مع معالي وزير الإعلام وتواصلت مع معالي وزير الشباب والرياضة، ووعدوني أنه خلال يوم الاثنين أنه ياخذوا الخطوات اللازمة. ونحن ما تأخرنا بتلفزيون لبنان، قمنا بالخطوات الضرورية. يعني أرسلت كتاب لا بي إن سبور عن طريق السفارة القطرية من أكثر من 4 شهور ونص أنه مستعدين للتعاون بهذا الشأن. ما أجا جواب لا سلبي ولا إيجابي. وبعثنا كتاب للمجلس الوطني للإعلام نسألهم هل ترى أي مؤسسة أو شركة أو تلفزيون طلب حق أنه يبث بالأجواء اللبنانية للمواطن اللبناني؟ كان الجواب سلبي أنه ما حدا طلب، وكان هناك تقريبا وضوح أنه من واجب تلفزيون لبنان أن ينقل مباريات مثل المونديال ومثل هذه المباريات بطولة أوروبا، لأنه هذه بيسموها حدث عام، يعني بسموه بالفرنسي ايفينمون دامبورتونس ماجور. استاذ طلال، طب ليه تلفزيون لبنان نشعر وكانه هو المسؤول عن نقل هذه المباريات؟ وين التلفزيونات الخاصه الثانيه؟ التلفزيونات الخاصه هي التلفزيونات التجاريه. تلفزيون لبنان هو تلفزيون الوطن. بعد كل التلفزيونات الاخرى لها حق، ولكن بدها تشتري حقوق. وما عندها امكانيه انها تبث للبنان، لانه بثها كله عن طريق البث الفضائي. وقت اللي بتبثي فضائيا يعني ما فيك تحكي للبث تبعك بلبنان، بدك تطلع على الاردن، بدك تطلع على سوريا، بدك تطلع على فلسطين، بدك تطلع على قبرص، بتطلع على مصر، اذا انت عم بتخالفي القوانين. تلفزيون لبنان هو الوحيد اليوم يلي عنده امكانيه يفصل البث الفضائي عن البث الارضي، لانه نحن الوحيدين اليوم اللي بنغطي اكثر من 95% من الاراضي اللبنانيه، بنحكرها ببرنامج للبطوله اوروبا، وعلى الفضائي رح ضل برامجنا الاعتيادية والمسلسلات تبع رمضان، يلي السنة بنعتز انه عنا 6 مسلسلات رمضانية. اتهمنا من بعض الصحف انه ما عاملين شيء لرمضان، تبين انه عنا 6 مسلسلات، بس شو بدي اعمل لك؟ دايما في ناس بدها تنتقد، وبنبسط كل ما زاد الانتقاد، لانه ما بيصير انتقاد وما بينضرب حجر الا على الاشجار المثمرة. ونحن مش بس مثمرين ومكترين ثمرة، وواجبنا انه هاي الثمرة نثمرها وتكبر وتنمو. إذا أيام قليلة ويتضح ما إذا كان عشاق كرة القدم الأوروبية على موعد مع مشاهدة المباريات على شاشة تلفزيون لبنان. الرئيس سعد الحريري أكد في إفطار لبيال أمس أن ما من أمر في العالم يمكن أن يستقوي على تيار المستقبل، وفي الوقت نفسه أقر الحريري بأن هناك أزمة عصفت بتيار المستقبل وهي تستدعي المواجهة والجرأة في المحاسبة. أنا يلي شربت كأس السم، أنا يلي رحت على سوريا لأفتدي بكرامتي الشخصية عشان هيدا الهدف العربي النبيل. السعودية كان بدها تنهي النزاعات بين أطراف البيت العربي بدءا من لبنان، وبشار الأسد شو كان بده؟ كان بده يغدر بالسعودية وبمبادرتها وبدورها ويقضي على الحريرية الوطنية بلبنان. هذا اللي كان بده إياه. وأنا المسؤول عن تداعيات السين سين على 14 أذار واهتزاز الثقة بين الحلفاء، لأني قبلت أمشي بهالمسار للآخر. تعرفوا ليش؟ لأكشف بالنهاية لكل الأشقاء والأصدقاء انه بشار الاسد دكتور بتقديم الوعود الكاذبة، وبده هو وحلفائه يختالوني سياسيا اذا مش قادرين يعملوا معي مثل اللي عملوه برفيق الحريري جسديا. لقاء الديمقراطية النائب وليد جنبلاط غرد عبر تويتر قائلا: إذا كان لي من رأيك مراقب كوني لست من أصحاب الاختصاص في المواضيع المصرفية والنقدية، فهناك ضرورة للخروج من السجال العلني في الصحف والإعلام والكف عن التهجم على حاكم مصر في لبنان رياض سلامي، لأن المواجهة اليوم تستهدف حزب الله وجمهوره هو لبنان، نعم وكل لبنان، لافتا إلى أن هذه المواجهة ليست بالصواريخ أو الدبابات أو الطائرات.
رأى وزير الإعلام رمز جريج أن الرئيس تمام سلام يمرر الملفات الخلافية في مجلس وزراء بين الألغام، وفي طليعتها ملفات سجن والنفايات وأمن الدولة، خصوصا أن تلك الملفات أصبحت مسيسة ومذهبة ويشوبها الكثير من الاختلاف في وجهات النظر حول طرق التعامل معها من الناحيتين الفنية والقانونية. ورد جريج حول ما يجري داخل مجلس الوزراء إلى شغل رئاسي وغياب رأس الدولة عن المعادلة الرئاسية في لبنان، معتبرا بالتالي أن الحل الوحيد للخروج من دوامة الخلافات والمتاهات بين الوزراء يكمن في انتخاب رئيس للجمهورية، إلا أن بعض الفرقاء المحليين لزموا للأسف ملف الرئاسة لزموا ملف الرئاسة للخارج، داعيا المجتمع المدني إلى ممارسة أقصى الضغوط على المعطلين لانتخاب رئيس لإجبارهم على تحمل مسؤولياتهم الوطنية، مستغربا سياسة الناقد والمنقود التي ينتهجها المعطلون لانتخاب رئيس، بحيث دعوا الشعب للمشاركة بكثرة في الانتخابات البلدية، فيما يرفضون هم أنفسهم المشاركة في انتخاب رئيس للجمهورية. المحللة السياسية فاديا كيوان تؤكد في حديث لتلفزيون لبنان أن قانون الانتخاب هو مدخل للتسوية الشاملة، والتوجه هو نحو قانون مختلط. نيلة شهوان. 21 حزيران هو موعد جديد للحوار الوطني، وعلى القائمة موضوع أساسي وهو قانون الانتخاب. فبعد أكثر من 50 سنة على إقراره، هل سنشهد اتفاق على قانون جديد؟ ما رح يفكوا أسر مشروع قانون الانتخاب بهالسهولة هاي. هلأ دايما اللقاء فيه إيجابيات، ولكن ما بعتقد أنه لازم نوهم اللبنانيين أنه في من وراء هاللقاء فرج عظيم، لأنه هالفرج بده يحمل أنه الانتخاب والسلة المتكاملة، وأنا برأيي ظروف ما اكتملت بعد لهالشي. هناك اقتناع لدى اللبنانيين أن التمديد للمجلس النيابي لم يكن سليما، وقانون الأرثوذكسي هو الحجة التي سيوجههم إلى النسبية. الطبقة السياسية صارت مستوعبة أنه في عصب احتجاجي واسع بين المواطنين، وأنه ممكن يأخذ أشكال مختلفة تنقلب بالطاولة على ينقلب السحر على الساحر في حال حاول أحدهم أنه يمرر انتخابات بقانون 60. لذلك أنا اللي مطمني شوي أنه الطبقة السياسية صارت مقتنعة أنه ما بقى يقطع. ممكن يصير في ضغط باتجاه إصدار قانون جديد، أنا تقديري ربما يكون قانون مختلط، لأنه قانون نسبية، قانون ممتاز، ولكن بخاف الواحد أنه يتجه إلى رفضه وبالتالي الهروب إلى الأمام إلى قانون 60. أنا شعرت مؤخرا، أنا كلفت من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اتواصل مع اللجنة الفرعية اللي اهتمت بمشروع قانون الانتخاب بخلال الأشهر الماضية مش مؤخرا، وشعرت أنه في شبه اتفاق على أنه يروحوا للمختلط. اتفاق الطائف أكد بوضوح أنه يجب وضع قانون انتخابي جديد بعد إعادة النظر بالتقسيم الإداري. وزير الصحة والي أبو فعور أكد أن القرار واضح لدى النائب وليد جملاط، وهو السير في ملف الإنترنت غير الشرعي مهما كلف الأمر، معتبرا أن هناك مالا منهوبا من خزينة الدولة اللبنانية ويجب أن يعاد إليها. أكد وزير الصحة والي أبو فعور أن القرار واضح لدى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جملاط بالسير في ملف الإنترنت غير الشرعي مهما كلف الأمر، معتبرا خلال رعايته تدشين مستديرة رشيد ظهر الأحمر ورفع العلم اللبناني عليها بدعوة من اتحاد بلديات الشيخ أن هناك مالا منهوبا من خزينة الدولة اللبنانية ويجب أن يعاد إليها، ولتكن المعادلة منذ الآن فلنأخذ من السارق لكي نعطي المواطنين المستحقين. المطلوب أن يقتنع اللبناني أن هذا الإنترنت غير شرعي وشرعي، وما كان غير شرعي هو كيفية طرح هذا الأمر. الخطأ لم يكن في الارتكابات التي تجاوزت المبالغ المنهوبة من الدولة اللبنانية 500-600 مليون دولار، الخطأ أن هناك من أراد فتح هذا الملف، وبالتالي ربما يصبح علينا في القريب العاجل أن نتقدم بالاعتذار من الناهبين ومن يدعم الناهبين، نتقدم بالاعتذار من يغطي الناهبين، أن نتقدم بالاعتذار من عبد المنعم يوسف ومن رفاقه وشركائه في العمل الحسن وفي تبديد أموال الدولة. أبو فعور أشار إلى أن قضية سد جن هي تقنية، متسائلا لماذا تحول الأمر إلى ناد للسجال السياسي، ودعا إلى أن نتجه إلى انتخابات نيابية في أيار 2017 لكي نعيد كنواب وسياسيين هذا الحق إلى المواطن اللبناني بالاختيار والمحاسبة، خاتما بالقول لا ميزان للحساب إلا في الانتخابات النيابية.
لبنان يمر بوضع اقتصادي سيء جدا، وللبدء بتحقيق استقرار اقتصادي يجب انتخاب رئيس للجمهورية، وفق الخبير الاقتصادي غسان حصباني الذي أكد أن وضع الليرة اللبنانية ممتاز، لافتا إلى وجود اتجاه كبير لأنظمة لا مركزية في المنطقة. التقرير لميري إبراهيم. العالم العربي اليوم مشرذم بين الحروب المذهبية وأشكال القتل والتشريد والتفتيت، وبين مشهدية الدمار من جهة ومحاولة إيجاد حلول من جهة ثانية، يبدو نفق الحروب بلا أفق وليل المنطقة الدامي بلا نهاية. الخبير الدولي في الاقتصاد غسان حصباني رأى أننا أمام مرحلة تحول قد تأخذ سنوات، لافتا إلى أن المنطقة مقبلة على إعادة توزيع للنفوذ داخل الحدود الموجودة، رافضا فرضية التقسيم. حصباني الذي أشار إلى أن التوجه هو لأنظمة لا مركزية، اعتبر أن لبنان هو جزء من المخاض الذي تمر به المنطقة. بداية الاستقرار الاقتصادي هي انتخابات رئيس جمهورية وإليها انتخابات نيابية، هذه بتشيل 20-30% من التوتر اللي عم بيأثر على الاقتصاد سلبا. شو وضع الليرة بلبنان؟ مستقر جدا، الليرة محمية بشكل كتير جيد، واحتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تفوق أي يعني احتمال بأنه يصير في هزة على الليرة اللبنانية. منطقة الشرق الأوسط عم بتحول، تحول هذا بده ياخد وقت، يعني ما بياخد سنة وسنتين، عم نحكي 15 سنة. طبعا ما رح نضل بالأزمات بوتيرتها الحالية على 15 سنة، ولكن بعد انتهاء الأزمات في فترة إعادة هيكلة للاقتصاد والمجتمع. احنا عم نشوف اتجاه كتير كبير لأنظمة لا مركزية أكثر، لأنه صار من الصعب جزء واحد من المجتمع أن يحكم الأجزاء المكونات الأخرى بنظام مركزي، وهذا عم نشوف التحول عم بيصير بمنطقة الشرق الأوسط اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. حصباني أكد أن ما نشهده هو ردات فعل على أفعال عنيفة وقمعية. تصبح على خير بعد الفاصل. ارتفاع نسبة حالات الغرق مع بداية موسم السباحة وهاشتاج تسبح خير الذي أطلقته قوى الأمن الداخلي يلقى اهتمام عدد كبير من الناشطين على تويتر، فهل وصلت الرسالة؟ من ناشد يقوى التفاصيل. لأن الأحد الماضي لم يمر على خير كان هاشتاج تسبح خير. 6 حالات وفاة من بينها 4 قاصرين قضوا غرقا في هذا اليوم مع بداية موسم السباحة، دفعت بقوى الأمن الداخلي لإطلاق حملة تسبح خير، غايتها حث المواطنين والمقيمين وأولادهم لاحترام شروط السلامة للحد من حوادث الغرق. وقد حاز هذا الهاشتاج على اهتمام عدد كبير من الناشطين على موقع تويتر بعد إطلاقه بدقائق. الهدف من كان نوع من إطلاق جرس إنذار لبداية موسم السباحة، وكان أول نهار كان نهار نحن نعرف نهار الأحد كان نهار شوب كتير، العالم توجهت على البحار، الأنهار، البرك، حتى البرك الطبيعية، البرك الزراعية، وللأسف هيدي خطرة كتير ومحذر إنه ينزل يسبحوا الناس فيها. والنتيجة كانت 6 قتلى، 6 غرقى بين 4 أطفال، 5 سوريين ولبنان جنسية لبنانية، وإصابتين يعني نجوا من الغرق يعني وبإصابات بجنسية لبنانية وجنسية سورية. فأطلقنا أنه لازم إذا بداية هيك الموسم بلشنا بهالعدد الكبير من الغرق، يعني قدمين على كارثة كبيرة بموسم هذا الصيف بفصل موسم السباحة. فهذا الهاشتاج أطلقناه وأخذ ترند وأخذ كتير تفاعل بين كل المواطنين، نقدر نحس المواطنين على الالتزام بالإرشادات السلامة. وأرسلنا ضمن هذا البلاغ، وأرسلنا بلاغ على عممنا بلاغ عبر جميع وسائل الإعلام لبعض الإرشادات للمواطنين يقيدوا فيهم. عم نحكي بست قتلى غرقة بشهر بنهار واحد، أما من شهر 3 لا هلأ في 18 غريق. غاية هذه الحملة أيضا شد همم المؤسسات والجمعيات المختصة من أجل التخفيف من مخاطر السباحة إن لم يتم التقيد بالإرشادات. ولم نكتفي بالعمل التوعوي الإمنافي والإرشادي، وهذا أطلقنا هاشتاج، تم الاتصال بجمعيات معنية ب الجمعيات اللبنانية وعلى صعيد المنظمات الدولية اللي بتعتني بالنازحين السوريين، لأنه العدد الأكبر عم بيكون من بالإضافة للبنانيين، ولكن العدد الأكبر عم بيكون من النازحين السوريين، للاهتمام والتوعية وتوزيع الإرشادات. وفي كل الأحوال التزم إرشادات السلامة ونصائح الوقاية حتى تصبح عخير. النشرة انتهت. إفطار شهي لكل الصائمين، وإلى اللقاء. إلى اللقاء.